إذن إخواني السلام عليكم. إذن اليوم غادي نطرقوا لدرس آخر اللي كيتعلق بكيفية حساب يعني دالة أو نهاية دالة، متفقين؟ دونك بحال مثلا هاد الدالة هادي، احسب لي مثل ما أقول إكس إلى واحد هي 7 ناقص إكس أس 3 زائد 4 إكس، يعني بالطريقة العادية أننا يمكن نديرو 7 ناقص 1 أس 3 زائد 4 في 1، يعني 7 ناقص 1 هي 6 زائد 4 هي 10، إذا النتيجة غتكون هنا 10. دونك كيفاش غنتأكدوا من هاد 10 بالآلة الحاسبة؟ دونك كنجيو كنكتبوا الدالة كيف ما هي. دونك عندنا 7 ناقص إكس أس 3 كنديرو ألفا إكس وكنديرو أس 3، كندوزو على اليمين ونكتبو زائد 4 إكس زائد 4 مضروبة في إكس. فوالا، دونك ها حنا كتبنا الدالة ديالنا. دونك شنو غادي نديرو؟ غنحسبو الدالة من أجل إكس يؤول إلى واحد. إذا غندير كالكوليت، كالكول ها هو عطاني إكس علامة استفهام، إكس كم يساوي؟ يؤول إلى واحد، إذا كنقيد هنا واحد وندير تساوي، إذا عطاتني 10. دونك هنا النتيجة هي 10. دونك هذه النتيجة الأولى. نمشيو للنتيجة الثانية، نفس الشيء، كنمشي كنقيد الدالة ديالي. دونك عندي ناقص إكس كندير ألفا إكس، ناقص إكس أس 2 ناقص كنكتب ألفا إكس وكندير أس 2، ثم ناقص إكس أس 3، دونك ناقص ألفا إكس أس 3، وكندير كالكوليت. عطاتني إكس كم يساوي؟ إكس يساوي كندير هنا ناقص ما لا نهاية، إذا غندخل ناقص ما لا نهاية هو عدد كبير جدا، كندير تسعود ما بين 6 ديال التسعودات حتى ل 10. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وكندير تساوي، اذا عطاتني تقريبا هنا 9.99 تقريبا هي 10 في 10 اس 29، يعني 10 اس 30 وهو عدد كبير جدا. اذا هنا غتعطيني دونك النتيجه لقيناها هنا موجبه، اذا ندير هنا زائد ما لا نهايه. فوالا، دونك هذا امر بين. علاش باين؟ علاش؟ لان هنا اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه، اذا هنا مادام داله حدوديه كندير اكبر اس، يعني ناقص اكس اس 3، بمعنى غتجيني ناقص بين قوسين ناقص ما لا نهايه اس 3، ناقص ما لا نهايه اس 3 هي ناقص ما لا نهايه في ناقص هي زائد ما لا نهايه. نفس الشيء هنا داله حدوديه غادي تجيني اكبر اكس هو اكس اس 3، غتجيني زائد ما لا نهايه اس 3 هي زائد ما لا نهايه. كيفاش غنتقنوا منها؟ دونك عندي اكس اس 3 كنقيدها اكس اس 3، كندوز على اليمين وكنكمل العمليه، ناقص 4 اكس اس 2 هنا الفا اكس وكندير اس 2، ثم تبع زائد جوج اكس زائد جوج وهنا اكس وكندير كالكوليت. اكس يؤول الى ماذا؟ الى زائد ما لا نهايه، كنقيد زائد ما لا نهايه واحد العدد كبير جدا وندير تساوي. فوالا، عطاتني تقريبا حتى هي 10 في 10 اس 26، بمعنى 10 اس 27 وهو عدد كبير جدا، وبالتالي عطاتني زائد ما لا نهايه. نمشيو للعمليه اللي تبعها. ليميت لما اقول اكس الى صفر ديال سينوس اكس على طنجونت اكس، هذه طنجونت اكس هي سينوس اكس على كوس اكس، كوس اكس غيطلع الفوق، سينوس مشات مع سينوس غتبقى لي كوس زيرو، كوس زيرو هو واحد، نتيقنوا منها. اذا غادي تعطيني نكتب قسمه سينوس اكس، دونك عندي هنا سينوس كندير الفا اكس نسد قوس ونقسم على طنجونت اكس. فوالا، دونك طنجونت وكنكتب هنا الفا اكس وكنسد القوس ديالي وندير كالكوليت، و اكس شحال هنا قلنا صفر، دونك نقيد صفر وندير تساوي. عطاتني مات ايرور، علاش؟ لان الطنجونت ديال زيرو هو زيرو وما يمكنناش نقسمه على زيرو. اذا الحل كنرجع بعدا بهذا السهم، الداله ديالي هي هذه. اذا اكس يؤول الى صفر شنو المعنى ديالها؟ غير كيقرب من الصفر، بينما ماشي كيساوي صفر بالضبط. اذا هنا غادي نحسبوا جوج النهايات، صفر على اليمين وصفر على اليسار. نبداو بصفر على اليمين، اذا ندير كالكوليت. صفر على اليمين هو واحد العدد يعني على اليمين من الصفر، ولكن ماشي صفر، بمعنى تكون عندي صفر فاصلة صفر 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 مثلا شي تسعود ديال الأصفار، عاد نكتب تسعود وندير تساوي. دونك عطاتني واحد، هذه في صفر على اليمين. نمشيو نحسبوها في صفر على اليسار. إلا درنا هنا كالكيليت صفر على اليسار، شكون دونك على اليسار ديال صفر؟ 100% عدد سالب، غيكون صفر فاصلة شحال؟ تا هو نفس الشيء، صفر 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 عاد تسعود وكندير تساوي. دونك عطاتني حتى هي واحد. اذا هنا الليميت لما يؤول اكس الى صفر ديال سينوس اكس على طنجونت اكس على اليمين وعلى اليسار بجوجهم واحد. فوالا، نمشي دابا لهادي.
الا بغيت نخرج هذه دونك غادي نشرك هاد الجوج جذور في جذر واحد، غتجيني جذر اكس زائد جوج على جوج زائد اكس اس 2. مادام عندي اكس زائد ما لا نهايه وعندي هنا الفوق داله حدوديه داله حدوديه، اذا غتجيني اكبر اكس، بمعنى هنا اكس وهنا اكس اس 2، غتبقى اكس مشات مع اكس غتبقى لي واحد على اكس، بمعنى واحد على زائد ما لا نهايه هي صفر. نمشيو نخرجوها، اذا غادي تجيني نكتب الداله دونك عندي فيها كسر جذر اكس زائد جوج، دونك الفا اكس زائد جوج، ونهبط لتحت ونكتب عاوتاني جذر ديال جوج زائد اكس اس 2، دونك جوج زائد الفا اكس اس 2، وندير كالكيليت ونشوف اكس قلنا غادي زائد ما لا نهايه، دونك غنقيد زائد عدد كبير جدا وندير تساوي، دونك عطاتني شحال 3.16 اس ناقص 5، بمعنى 0.000 مهم الى اخره، عاد هاد 316 بمعنى تقريبا هي صفر. فوالا بالنسبه لهادي نفس الشيء، عندي اكس الى زائد ما لا نهايه ديال داله حدوديه على داله حدوديه، يعني ناخذ الاس الاكبر هنا الاس الاصغر، غتجيني ناقص اكس يعني ناقص ما لا نهايه، دونك غادي نتاكد منها، دونك كنكتب الداله ديالي عندي قسمه واحد ناقص اكس اس 3 فوالا، عفوا هنا دونك واحد ناقص كندير الفا اكس عاد اس 3، نهبط للاسفل ونكتب اكس اس 2 فوالا، ونزيد جوج اكس فوالا، وندير كالكيليت دونك اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه، دونك غنقيد زائد عدد كبير جدا وندير تساوي، دونك عطاتني شحال ناقص 9999، اذا ناقص واحد العدد كبير جدا بمعنى ناقص ما لا نهايه، ناقص فوالا ما لا نهايه. نمشي لهذه، حتى هي نفس الشيء، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الطريقه، بالتوفيق للجميع.